افتتح سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار المعرض الاستعادي للفنان البحريني الراحل أحسين السني، وذلك في متحف البحرين الوطني بحضور عدد من الفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي في المملكة. هذا المعرض يضم مجموعة من الأعمال التي تعرض لأول مرة ليتعرف الجيل الجديد ومحبو ومتذوقو الفن التشكيلي على إبداعات هذا الفنان الراحل. مسيرة فنية وإبداعية كاملة استعرضها متحف البحرين الوطني في معرض خاص للفنان التشكيلي الراحل حسين السني، والذي يعد أحد رواد الحركة التشكيلية البارزين في مملكة البحرين، بالتزامن مع مشروع بحث وترميم فني ضخم في متحف البحرين الوطني بالتعاون مع عائلة الفنان الراحل. هالنوع من المعارض، معارض الاستعادية، مهم جدا لتوثيق تاريخ والحركة التشكيلية في أي بلد كان، وخصوصا بحرين. الفنان الراحل حسين السني يمثل حقبة معينة من الحركة التشكيلية في البحرين، يجب تسليط الضوء عليها، ومن المهم جدا أن نسلط الضوء عليه وعلى أعماله وعلى مسيرته الفنية وعلى كل ما قدمه. احنا في هذا المعرض طبعا نشكر عائلة الفنان الراحل على ثقتهم بمتحف البحرين الوطني وتسليمهم مجموعة من الأعمال الفنية أمكنتنا من دراستها وتوثيقها واستعراض مسيرة الفنان. طبعا أول شيء هذا المعرض أنا وايد فخورة فيه، واليوم احنا حاسيسنا وايد غريبة وايد حلوة. هو أول معرض يعتبر من بعد وفاته الله يرحمه، اسم وتاريخ ولوحات فنية أثرية أكيد مهمة وايد، وانتي عارفة طبعا أي بلد مزدهرة لازم الفن فيها يكون مزدهر. ويضم المعرض مجموعة من الأعمال خطتها ريشته في سبعينيات القرن الماضي من لوحات ورسومات ومطبوعات، بالإضافة إلى الصور الفوتوغرافية والكتب والمواد الأرشيفية. أنا أعتقد هاي المعارض وايد مهمة حق الأجيال اللي تجي أن يعرفون اللي قبلهم سوا، وأيضا في مسألة يعني أنا دائما أتناقش فيها، مسألة خصوصا الجيل الجديد في البحرين يتأثر بصريا بالأعمال وليس فكريا وذهنيا. هاي الأعمال تدعي الواحد أنه يعني هم يشوف يعني ارتباط التجربة البصرية مع التجربة الذهنية. ويلقي المعرض الضوء على مجموعة من أعمال الفنان الراحل من منظور مغاير للمعتاد، ويدمج ما بين أعماله المعروفة وأعمال نادرة لم تعرض من قبل، حيث يساهم ذلك في الكشف عن النطاق الاستثنائي والعميق لأعمال الفنان. لوحات فنية متميزة ذات قيمة معنوية كبيرة لعشاق الفن التشكيلي تعرض لأول مرة للجمهور، خطتها أنامل هذا الفنان الراحل، ويحتضنها متحف البحرين الوطني ليتعرف المجتمع على هذه الثروة الفنية الغنية وتكون نموذجا يحتذى به للأجيال القادمة. خبلة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.